المباراه. ممتاز. اخيرا مستر مارك، يعني اليوم ريبيروف بعد المباراه مدرب نادي الاهلي تحدث قائلا انه الهدف الذي احتسب على الاهلي استخدمت في تقنيه الفيديو، بينما نفس التقنيه لم تستخدم في ركلتي جزاء يراها هو للاهلي لفريقه. يعني ماذا عن يعني طلب مثل هاللقطات؟ هل تطلب من الحكم؟ هل جانب تثقيفي على الاقل بعد الاجابه على ريبيروف، جانب تثقيفي في من يطلب مثل هذه اللقطات؟ هل هو الحكم ام انه اللاعبين كلهم دور؟ It's from the VAR. So the VAR will inform the referee or if the assistant referee has made a mistake. في الجانب التثقيفي في الجانب التثقيفي من يطلب باستخدام البار هم الأشخاص المتواجدون في غرفة استخدام تقنية الفيديو، وفي هذه الليلة تم استخدام هذه التقنية في هذا الهدف. All penalties, all goals are checked. كل البلنتيات كل الأهداف وكل البلنتيات تم مراجعتها، إذا كان هنالك خطأ من الحكم سوف نعلمه بذلك. ممتاز مستر مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام، شكرا لاختيارك برنامج الخيمة للظهور الأول الحديث عن تقنية الفيديو بعيدة المباراة. شكرا جزيلا كنت معنا.